نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم. مرحبا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. إنهاء ملف الانتدابات والموارد البشرية بالنسبة للإطار الطبي والشبه الطبي للمستشفى الميداني بالقيروان. الترفيع في أسرة الأكسجين والإنعاش لتحسين طاقة استيعاب المستشفيات. زيت الزيتون التونسي يفوز بالميدالية الذهبية في إسبانيا. أهلا بكم في التفاصيل. أكد المدير الجهوي للصحة أن ملف الانتدابات والموارد البشرية بالنسبة إلى الإطار الطبي والشبه الطبي للمستشفى الميداني الذي سيعزز البنية التحتية في ولاية القيروان ويرفع من طاقة استيعاب المصابين بفيروس كورونا، كما أكد أن افتتاح المركز سيكون في القريب العاجل بعد استكمال انتداب العملة والذي سيتم يوم الجمعة المقبل. مزيد التفاصيل مع السيد المدير الجهوي للصحة محمد رويس. اليوم براتيكما كملنا الريكروتمون نتاع الموارد البشرية بالنسبة للممرضين ومساعدي الصحة العمومية. مازال عندنا العمل حسب مناظرة توفى نهار الجمعة إن شاء الله، وخلال الأسبوع القادم تدبوا العمل. بالنسبة للطباء عملنا مع الطباء الداخلين والمقيمين، معناها باش نعملهم دي كونترا، وعندنا ثم طباء صحة عمومية بالطوعين باش يخدموا فيه. بالنسبة للموضوع أمريكا، معناها هو بحول الله بعد جلسة مطولة أمس المستشفى حكينا على الديتايل كل من التموين ومن الفضلات ومن كل شيء، وإن شاء الله مش نحطوها على ذمة الأطباء تاعنا خاصة أطباء المستشفى انطلاقا من نهار الجمعة إن شاء الله. تعمل وزارة الصحة مؤخرا على ترفيع في أسرة الأكسجين والإنعاش لتحسين طاقة استيعاب المستشفيات للسيطرة على الجائحة. مزيد التفاصيل حول طاقة استيعاب المستشفيات اليوم مع إنس العيادي مستشارة وزارة الصحة. المستشفيات العمومية طاقة الاستيعاب ثم 365 سرير إنعاش مخصص لمرضى الكورونا على كامل تراب الجمهورية. في أول أكتوبر كان عندنا 95 فرج إنعاش فقط، يعني وقع مضاعفة قرابة 4 مرات. بالنسبة لأسرة الأكسجين حاليا عندنا 2140 سرير أكسجين. طاقة الإشغال الإنعاش تناهز 91%، والأكسجين 80%، لكن ديما نقول وهذا ثم تفاوت بين الجهات، فما جهات فيها مضغط أكثر، لكن احنا من شهر أكتوبر سبتمبر ديما ثم تطور على حسب عدد الحالات، يعني ديما فما فتح أسرة جديدة. وديما نعود نذكر أنه سرير إنعاش ولا سرير الأكسجين ما هوش هو فقط سرير، هو وحدة فيها طاقة بشرية، هو أهم حاجة مع المعدات اللي هو متوفرين. نتمنوا قدوم معدات إنعاش في الأيامات القريبة القادمة، اللي هذا مش نحسنه في الطاقة متاعنا بحدود 60 سرير إنعاش إضافي في القطاع العمومي. كان ناخذوا الأرقام بين القطاعات الزوز لتاريخ 20 أفريل، فما 2568 مريض متكفلين بهم في القطاع العمومي والقطاع الخاص. القطاع العمومي 2021 والقطاع الخاص 547، وعلى 2568 فما 496 شخص موجودين في أسرة الإنعاش. هذوما المعطيات اللي هما يبينوا أنه الوضعية الوبائية خطيرة وخطيرة جدا. صحيح العباد كل تعبت وقلقت، لكن الحل هو الحماية الفردية مع الحلول الجماعية. كما تتواصل عملية التلقيح، حيث تم تلقيح ما يقارب 256 ألف شخص، من بينهم 50 ألفا تلقوا جرعتين من التلقيح، والرقم مرشح للارتفاع بعد افتتاح مراكز تلقيح جديدة. مزيد التفاصيل في التصريح التالي. بالنسبة للتلقيح، التلقيح حاليا لغاية الساعة هذه عندنا 256 ألف شخص وقع تلقيح متاعهم، منهم قرابة 50 ألف خذوا جرعتين، الجرعة الأولى والجرعة الثانية، و 207 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى. هذوما بنسبة الأولويات، ذكروا احنا الأولوية الأولى هما مهنيين الصحة والأشخاص اللي أعمارهم فوق 75 سنة. مهنيين الصحة حاليا وقع تلقيح 69 ألف من مهنيين الصحة، وقرابة 72 ألف شخص أعمارهم فوق
ال 75 سنة واللي أعمارهم بين 60 و 75 هما في حدود 110,000 شخص. هذا يبين أنه الأولويات اللي احنا حددناهم قاعدين نطبقوا فيهم. معدل اليومي في شهر رمضان هو 13,000 جرعة تلقيح بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية. ما ننساوش أنه التوقيت الرمضاني نقص ضعفنا عدد مراكز تلقيح. اليوم وقع فتح زوز مراكز جدد، مركز جرومباليا من ولاية نابل ومركز منزل بورقيبة في ولاية بنزرت. معناتها على حسب عدد المسجلين وحسب التحضير متاع الإدارة الجهوية يقع الفتح تدريجي. فازت تونس بالميدالية الذهبية في مسابقة الجودة لزيت الزيتون التي ينظمها المجلس الدولي للزيتون في إسبانيا وفق ما أعلن عنه الديوان الوطني للزيت أمس الثلاثاء. وضمت هذه المسابقة 131 علامة لزيت الزيتون من 12 بلدا. عبرت النقابة التونسية للفلاحين في بيان لها عن عميق استيائها إزاء الزيادات غير المسبوقة والمتتالية في أسعار المحروقات تطبيقا لآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية. واعتبرت أن زيادة أسعار المحروقات من شأنه مزيد إثقال كاهل الفلاحين والبحارة بتكاليف جديدة تزيد من صعوباتهم المالية بسبب ارتفاع في كل المواد الأولية، فضلا عن انعكاساتها السلبية على أسعار الاستهلاك والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي. دوليا، استخدم خبراء مفهوم الأيض المكافئ لتحديد مقدار ما يحتاجه المرء من تمارين رياضية في الأسبوع للعيش طويلا. ويقول هؤلاء المتخصصون إن النشاط البدني يجلب العديد من الفوائد الصحية ويوصف بأنه أحد المفاتيح الرئيسية لطول العمر. ويشير العلماء إلى أن الفائدة الرئيسية من التمارين الرياضية تتمثل في أنها تقوي عضلة القلب وتساعد في الحفاظ على وزن صحي. ويعرف الأيض المكافئ بأنه نسبة معدل التمثيل الغذائي للشخص أثناء النشاط البدني إلى معدل الأيض عند الراحة. يوصي خبراء بريطانيون بما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية المتوسطة الشدة في الأسبوع لصحة القلب والأوعية الدموية المثلى، وهي تعادل ما يقرب من 500 دقيقة في الأسبوع. اللقاحات أصبحت الآن سلاحا فعالا لمكافحة كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط، حيث أصبح الآن لدى جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدا لقاحات للمساعدة في مكافحة الجائحة، مع وصول لقاحات كوفيد-19 إلى ليبيا في 5 أبريل. وكانت بعض البلدان قد بدأت في شراء اللقاحات مباشرة من الشركات المصنعة في وقت مبكر يعود إلى أول ديسمبر، وبدأت حملات التطعيم في بداية العام. وبالإضافة إلى ذلك تلقى 13 بلدا لقاحات من خلال مرفق كوفاكس، حيث وصلت أول شحنة إلى السودان في 3 مارس، ووصلت آخر شحنة إلى إيران في 5 أبريل. وفي أحوال الطقس، يشهد طقس اليوم الأربعاء ارتفاعا في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال والمرتفعات، وتكون بين 28 و34 ببقية مناطق البلاد. وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي وأن الطقس يتميز بظهور الضباب المحلي بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والأودية، مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية. كما أن الأجواء ستكون مغيمة جزئيا بأغلب الجهات إلى كثيفة السحب بالشمال الغربي، مع إمكانية أمطار ضعيفة ومحلية. وتتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل بعد الظهر، حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كيلومتر بالساعة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب. نهاية العرض الإخباري، كان معكم حسن النابتي، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم.